وفود أمريكية وروسية كل على حدة تحط في الخرطوم وسط أزمة غير مسبوقة تعيشها الحكومة السودانية بعد تفجر احتجاجات شعبية دخلت شهرها الرابع. عدد من أعضاء الكونغرس في العاصمة السودانية للقاء رئيس الوزراء ووزيري العدل والخارجية ورئيس البرلمان وقياداته ومدير المخابرات في مباحثات تستمر 3 أيام. السفارة الأمريكية في الخرطوم أكدت أن الزيارة تتعلق بجولة جديدة من الحوار بين البلدين والوقوف على مجمل الأوضاع في البلاد. يشار إلى أن الوفد الأمريكي غالباً ما يتجنب لقاء الرئيس عمر البشير بسبب ملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الأمر بالنسبة لنائبه عوض بن عوف الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات على خلفية اتهامات له بالضلوع في جرائم في دارفور. وعلى صعيد منفصل، أوفدت موسكو نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الذي حمل رسالة إلى البشير لم يفصح الجانبان عن فحواها. وفي التطورات أيضاً انتقد وزير الإعلام المعارضة مؤكداً أنها سترفض أي حكومة جديدة تشكل ولو جاءت مبرأة من كل عيب. من جهته توعد جهاز الأمن والمخابرات بالتصدي لكل ما يمس أمن واستقرار البلاد وتخريب الاقتصاد الوطني. نوال عياض، العربية.